الخير واهلا بحضراتكم معانا في محطه جديده من جولاتنا المتجدده معاكم في برنامج من القاهره، نظرات اكثر قربا لكثير من الاحداث المهمه على مختلف الساحات، ونتشارك معاكم في كثير من القضايا اللي بتهم وتمس عن قرب المواطن المصري. نتواصل معاكم من دلوقتي وحتى حوالي 11 ونصف مساء بتوقيت القاهره. محطتنا الاولى كالمعتاد جوله الاخباريه، ونبداها باستقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، السيدة كريستالينا دودييفا رئيس التنفيذي للبنك الدولي والمرشحة لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي، دوما في انطباعات إيجابية للإجراءات الإصلاحية الاقتصادية اللي بتقوم بها مصر في الفترة الأخيرة، وده بينعكس بالتأكيد على ما تناوله اللقاءات خاصة فيما يتعلق بالمشاورات الجارية بشأن خطط صندوق النقد الدولي للتمويل التنموي في إفريقيا. كما استقبل الرئيس السيد مامادي توريه وزير خارجية جمهورية غينيا، وتناول اللقاء التطورات المختلفة على الساحة الإفريقية. انتبه. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة كريستالينا جورجيفا الرئيسة التنفيذية للبنك الدولي والمرشحة لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي، وذلك بحضور السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأن السيد الرئيس رحب بلقاء السيدة جورجيفا، مؤكدا اهتمام سيادته بالتشاور المستمر مع قيادات مؤسسات التمويل الدولية، انطلاقا من حرص مصر على دفع التعاون معها كشريك استراتيجي، وذلك في إطار العمل على دعم الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية في مصر، والتي تمثل نهجا استراتيجيا لتحقيق تنمية حقيقية مستدامة بكافة محاورها الاقتصادية والاجتماعية. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد مامادي توري وزير خارجية جمهورية غينيا، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية وسفير غينيا بالقاهرة. السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى الرئيس ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا، مشيدا بالزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية منذ زيارة السيد الرئيس إلى كوناكري في أبريل الماضي، ومؤكدا سيادته التطلع لتعزيز العلاقات استثمارا للرصيد التاريخي الكبير بين البلدين. كما أشاد السيد الرئيس بانعقاد الدورة السادسة للجنة المشتركة خلال الفترة من الأول وحتى الثالث من سبتمبر الجاري بالقاهرة، والتوقيع على عدد من الاتفاقات في مجالات الموارد المائية والكهرباء والنقل البحري والبيئة والآثار، مؤكدا سيادته أهمية انتظام دورية انعقاد اللجنة باعتبارها الآلية الأساسية لتعزيز مختلف أوجه التعاون والعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين. أكد وزير الخارجية سامح شكري ضرورة المواجهة الشاملة لكافة التنظيمات الإرهابية من دون تمييز. جاء ذلك خلال استقبال شكري المنسق العام للاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب جيلد كيرشوف، وبحث الجانبان سبل تكثيف التعاون وتنسيق الجهود بين مصر والاتحاد الأوروبي لمواجهة ظاهرة الإرهاب والقضاء عليها. وشدد وزير الخارجية على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي نحو مواجهة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف المختلفة، وكذلك العمل على تكثيف مصادر تمويل ودعم الجماعات الإرهابية. أشاد الاتحاد الأوروبي بدور مرصد الأزهر في مواجهة الفكر المتطرف وأهمية رسالته في كشف زيف الجماعات المتطرفة الإرهابية. وأكد منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب جيلد كيرشوف خلال زيارته لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أكد على أهمية تعاون المرصد مع الجهات المعنية بمكافحة التطرف والإرهاب في أوروبا وتوحيد الجهود الدولية من أجل القضاء على الإرهاب من جذوره. من جانبه استعرض الدكتور طارق شعبان المنسق العام لمرصد الأزهر الجهود اللي بيقوم بها المرصد وآليات العمل اللي بيتبعها من خلال وحداته المختلفة. معنا على التليفون للمزيد من المتابعة دكتور إبراهيم رضا من علماء الأزهر الشريف، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك وبالمشاهدين الكرام في كل مكان.
المعركة ضد الإرهاب والفكر المتطرف مش بمنأى بالتأكيد عن تجديد الخطاب الديني. يعني حضرتك بتشوف إيه الآليات الكفيلة بتحقيق ذلك في ضوء المجهودات المبذولة في الفترة الأخيرة؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من أرسله ربه رحمة للعالمين. خليني أقول لحضرتك مفاجأة، وأنت بتكلميني من باب القدر، الآن أنا أشارك في مؤتمر على أرض محافظة الإسكندرية بعنوان نحو مواجهة خطاب الكراهية والتعصب. المؤسسة الدينية وبخاصة فضيلة الإمام الأكبر ومعالي الدكتور وزير الأوقاف وفضيلة الشيخ شوقي عبد اللطيف المفتي الحالي لجمهورية مصر العربية، الكل على قلب رجل واحد، لديهم إجماع على أولا العمل على تكثيف منابع الإرهاب، واتخذ من أجل ذلك عدة خطوات: توحيد الخطاب الديني، عدم اعتلاء المنابر إلا لأهل التخصص، المراجعة، المتابعة، وأيضا بعض الزيارات التي قام بها فضيلة الإمام الأكبر للبرلمان الألماني، للبرلمان الأوروبي، وتلك الكلمات التي تكتب بماء من الذهب التي استطاع من خلالها أن يحدث أو أن يشق طريق جديد. كلنا بنشوف مدى حب القيادة الفرنسية على سبيل المثال لفضيلة الإمام الأكبر، كلنا بنرى هذا التكاتف والتلاحم من خلال حتى الدولة الألمانية وهي ترحب بهذا الدور المستنير للأزهر. علينا أن نستمر. قضية التجديد في الخطاب ليست قضية موسمية أو أنها سيقضى على الإرهاب في ليلة واحدة، ولكننا بحاجة إلى جهود كبيرة وكثيرة، وعلينا أن نحيي ما ذهب إليه السيد رئيس الجمهورية من ضرورة إحداث ثورة دينية لكي نستطيع أن نقدم ما ينفع الناس ونحافظ على جوهر هذا الدين الذي أرسل الله به نبيه وزكاه بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. المواجهة الفكرية مع الإرهاب دكتور إبراهيم طبعا يعني يجب أن ترقى إلى التحديات اللي نشهدها في هذه المرحلة، والمؤسسات الدينية بقدر ما يثمن الدور والجهد المبذول منها، مهم جدا أن مختلف الجهات أيضا يعني تقف جنبا إلى جنب معها. سريعا جدا وحديثا أيضا عن الدور اللي بيقوم به مرصد الأزهر، استثمار لتواجد حضرتك معنا على الهاتف، آليات العمل اللي بيقوم بها من خلال وحداته المختلفة. خليني أقول لحضرتك وأنا ممن يعملون تحت مظلة وزارة الأوقاف المصرية إلا أننا نرى جهدا مشكورا من مرصد الأزهر، حيث أنه يتصدى للفتاوى التكفيرية وللفتاوى التي تحمل كل صنوف التعصب ويفندها ويرد عليها، بل وقد أحدث نقلة فكرية لأنه استخدم آلية من آليات العصر الحديث وهي وسائل التواصل الاجتماعي أو ما يسمى بالسوشيال ميديا. ومن هنا نجد أننا أصبحنا الآن نمتلك أدوات عصرية حقيقية نستطيع من خلالها أن نعبر عن جوهر الإسلام وعن وسطية الإسلام، ويكفينا أننا استطعنا أن نحن نعمل على تكثيف منابع الإرهاب من خلال تلك السيطرة الفكرية على هذا الجيل الذي ينشأ حديثا من خلال وسطية الإسلام ومن خلال هؤلاء الذين أفنوا أعمارهم في معرفة الحلال من الحرام والخير من الشر. هو ده النموذج اللي بيكرس لي الدين الإسلامي السامح. أنا بشكرك فضيلة الدكتور إبراهيم رضا من علماء الأزهر الشريف على هذه المداخلة. أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أهمية الدور اللي بتقوم به المستشفيات الجامعية في مجال التعليم والبحث العلمي والعلاج، وشدد على أهمية التعاون القائم بين وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية في إنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل. جاء هذا الكلام خلال اجتماع رئيس الوزراء مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار ورؤساء عدد من الجامعات وأمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية. وأكد مدبولي في هذا السياق على أهمية التركيز على جوانب التدريب والتأهيل في كافة القطاعات الصحية ومسيرة التطور العلمي بما يسهم في توفير أعلى قدر من الرعاية الطبية المقدمة إلى المواطنين.
بالتأكيد يعني بتشكل منظومة التأمين الصحي الشامل إطلاقها بشكل رسمي في محافظة بورسعيد نموذج يحتذى به، ومهم جدا أيضا يكون في دروس مستفادة حتى تعمم هذه التجربة المهمة في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية. نواصل متابعتنا ونتوقف هذه المرة مع إعلان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني دكتور. بنرجع للاتصال من جديد ومعانا للمزيد من المتابعة الدكتورة هالة صلاح الدين عميد كلية طب القصر العيني بجامعة القاهرة. أهلا بحضرتك يا دكتورة هالة. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. تأكيد في تعويلات كبيرة جدا على منظومة التأمين الصحي الشامل اللي أطلقت بشكل رسمي بعد مرت بمرحلة تجريبية في محافظة بورسعيد، وأن تعمم هذه التجربة، وأيضا ده بيسهم بشكل كبير جدا في توفير خدمات تتسم بجودة كبيرة، خدمات صحية مقدمة للمواطنين وخاصة الفئات الأولى بالرعاية. متابعة حضرتك يا دكتور. الحقيقة هو المنظومة تم التجهيز ليها فترة طويلة وتم الإعداد ليها بصورة جيدة، ومؤخرا تم إطلاقها علشان تبدأ في بورسعيد وتعمم. إحنا من جانبنا في المستشفيات الجامعية بنحاول نشوف ضوابط أو مواصفات المستشفيات اللي هتتوائم مع نظام التأمين الصحي علشان نجهز مستشفياتنا ونوفي متطلبات المستشفيات اللي مطلوبة مننا للتعاون في منظومة التأمين الصحي. إزاي ممكن يستثمر الحراك اللي حاصل دلوقتي، ويعني إيه أيضا الملامح الأخرى في المنظومة الصحية الشاملة اللي بالتأكيد بيتم التعاطي معها بشكل من أشكال التعاطي غير التقليدي في الفترة الأخيرة اللي حضرتك بتلمسيه عن قرب يا فندم؟ بصي حضرتك، بس هي مش عاملينها من متناول مادي فقط، هي ليها يعني ليها نتائج ثانوية هامة، إنك بتحاولي توحدي مستوى الخدمة الصحية المقدمة، وبتحاولي تعملي معيارية لطرق العلاج ونوعه وطريقة تداوله. فهي مش بس إن أنا نظام محاسبي وإن في حد هيراقب ورايا لأني صحي وفي حد تاني هيوفر لي فلوس، لا، ده احنا معاها بنشتغل ازاي نعمل الشراء الموحد، ازاي ننتقي الأدوية، ازاي نحط المعايير الاسترشادية للعلاج. يعني الحقيقة انت بتغيري مفهوم الرعاية الصحية بمجمله للشعب المصري بالتأكيد، لأنه كمان مرتبط ارتباط وثيق جدا بالتنمية البشرية وبالارتقاء بالإنسان المصري بصفة عامة، أحد أولويات القيادة المصرية في هذه المرحلة. بشكر حضرتك يا فندم، جزيل الشكر دكتورة هالة صلاح الدين عميد كلية طب القصر العيني بجامعة القاهرة. وزير التربية والتعليم والتعليم الفني دكتور طارق شوقي أعلن عن افتتاح مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية لتصبح بذلك أول مدرسة متخصصة في مصر لصناعة الحلي والمجوهرات. وذكر الدكتور شوقي أن الوزارة قامت بعد عام واحد من إطلاق نظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية بافتتاح 10 مدارس تكنولوجيا تطبيقية بمختلف التخصصات والمجالات الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية اللي بتطبق لأول مرة. التعليم الفني ملمح مهم جداً من ملامح المستقبل لمصر الجديدة والشباب المصري والطاقات البشرية المصرية في ثوبها الجديد. معانا للمزيد من المتابعة الأستاذ وصفي أمين رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا يا فندم، مساء الخير. مساء النور. يعني أول مدرسة متخصصة في مصر لصناعة الحلي والمجوهرات، دلالة هذا الإنجاز من وجهة نظر حضرتك؟ هو انجاز يعني متاخر كتير، لان المهنه دي احنا كان لينا فيها من العراقه، ويشهد بكده حتى ولو زياره للمتحف المصري عشان نشوف روعه الشغل ودقه الشغل المعمول من الذهب في المعادن الثمينه. والمهنه دي احنا اعتمدنا في الفتره اللي فاتت على انها بيبدا فيها الصانع وهو لسه في سن صغير 10 سنوات وما حولها، ولكن لما بقى يخشها الممتهنين ليها
في سن كبير ما بقتش بالدقة اللي هي. احنا حاليا كل المصانع الكبيرة ابتدت تستورد ماكينات حديثة تكنولوجيا عالية جدا جدا جدا، يلزمها دارس لتشغيل هذه الماكينات ومعرفة مميزاتها ويقدر يستخرج منها وإمكانياتها إيه، عشان إحنا مقبلين على فترة جديدة هيكون فيها لمصر باع ثقيل في عملية التصدير للخارج. إحنا على الرغم من الإمكانيات الضئيلة اللي كانت الأيدي الفنية، نعتبر ثالث دولة في العالم في من حيث الدقة، تسبقنا إيطاليا وتركيا، ولكن احنا بنخوض معركة شرسة لتواجدنا لنحتل المرتبة الثانية، وهي مبادرة فعلا تحمد عليها الشركة اللي قدمت فيها وكان ليها السبق، واعتقد ان ممكن تحذو حذوها شركات اخرى. ويعني الاستفادة المفروض انها تكون من الجيل اللي سبق في نفس، يعني ما يبقاش تعليم يبقى تعليم فني يدوي تستعين فيه الوزارة بالأفراد اللي هم بيمتهلوا المهنة دي، وغير متفرغين، لأن المتفرغ ليها يعني مهنته هتبقى التلقين، تلقين نظري. طيب استاذ لطفي، يعني ربما من السابق لاوانه ان يكون في تقييم شامل متكامل لتجربه يعني المدارس التكنولوجيه التطبيقيه، المشهد اللي شايفينه دلوقتي بمختلف التخصصات، لكن لو بشكل مبدئي يعني بنقيم هذا التجربه، هذه التجربه وانعكاساتها الايجابيه على المدى القريب باذن الله، حضرتك بتشوفه ازاي؟ والله أنا بشوف إن مستقبل واعد جدا جدا جدا، متأخر عن وقته سنوات طويلة، ويعني نلحق بالركب قبل ما نتأخر أكتر من كده. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر أستاذ وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية. حددت المادة من لائحة تنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 البيانات اللي بيلتزم المورد بوضعها على السلع، وهي تتمثل في الآتي: اسم السلعة، بلد المنشأ، اسم المنتج أو المستورد، واسم تجاري، والعنوان والعلامة التجارية إن وجدت، وتاريخ الإنتاج، ومدة صلاحية السلع اللي بالتأكيد ليها فترة زمنية محددة لانتهاء صلاحيتها، بالإضافة إلى شروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال والأنواع والسمات والأبعاد والأوزان والمكونات ومدة الضمان والعمر الافتراضي، اللي طبعا كل هذه المعايير من المفترض أن المورد وكل يعني اللي بيتعاطوا مع هذه المنظومه يلتزموا بها، وبيكون في قوه ردع لازم كافيه لمن يخالف ولا يستخدم المنتج بالشكل المناسب، مما يؤثر سلبا على المستهلك بانه يضع على المنتج ما بين الطريقه الصحيحه للاستخدام وكيفيه الوقايه من الاضرار المحتمله، وايضا كيفيه العلاج في حاله حدوثها. معنا متواصل على الهاتف سيادة اللواء دكتور راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك. أهلا بحضرتك سيادة اللواء. أهلا بحضرتك فندم أستاذ مستمعين. أهلا بك يا فندم. يعني المعايير الجديدة، يعني إيه نقطة التحول الإيجابية اللي ممكن تحدثه وتكون ضمانات أخرى مضافة لحماية المستهلك المصري؟ القانون الجديد 181 سنة 2018 اللي صدق عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في 13 سبتمبر 2018، واللائحة التنفيذية اللي صدق عليها السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في 1 أبريل 2019، ووضع ضمانات عديدة وكثيرة تصب في النهاية في صالح المستهلك، تساعد على حماية وصول حقوق المستهلك، بداية من ضرورة الإعلان عن الأسعار. القانون بيلزم بضرورة الإعلان عن الأسعار، كان الأول قرار دكتور وزير التموين، بقى بموجب القانون على كل مقدم أو
بيقدم سلعه او مورد او خدمه او خلافه انه يعلن عن سعر السلعه بشكل واضح باللغه العربيه ويجوز بلغات اكثر. الاعلان عن السلعه، عن طبيعه السلعه، عن بلد المنشا، عن اذا كانت السلعه دي لها طريقه استخدام معينه لابد ان يحدد طريقه استخدامها، الاضرار عليها في حال التجاوز زي الصيدليات وزي كل الكلام. طيب يا فندم، الاجراءات الجديده اللي هتنبني على تفعيل هذا القانون الجديد الى اي مدى من وجهه نظر حضرتك تشكل حائط سد حقيقي امام ممارسات غير محموده، الممارسات الاحتكاريه، رفع الاسعار غير المبرر للسلع وعدم مطابقتها للمواصفات في اكثر من شكل؟ القانون يضع ضوابط واللائحه تضع اليات التنفيذ، العقوبات خاصه اذا كانت هذا الضرر خاص فيما يتعلق بصحة وسلامة المستهلك فالعقوبة فيه أشد، العقوبات قد تصل إلى 2 مليون غرامة. القانون وضع ضوابط عديدة ليس كذلك، إلزام التاجر أو مورد أو مقدم الخدمة بأن هو يعطي المستهلك فاتورة تثبت العلاقة التجارية فيها كل البيانات، الفاتوره نفسها لابد ان يكون هناك بيانات زي ما في بيانات خاصه بالسلعه، في بيانات لازم تتضمنها الفاتوره، وده رساله لاهالينا في كل مكان لازم يتمسك بحقه ان هو ياخد فاتوره شامله فيها بيانات السجل التجاري، البطاقه الضريبيه، البيانات كامله خاصه بنقطه البيع اللي هو اشترى منها. ما يقبلش منه عرض اسعار او بيان اسعار او خلافه حتى يحافظ على حقه، لما بيتمسك ان هو ياخد فاتورته فيها بيانات شامله وكامله عن السلعه وعن سعر السلعه وعن مواصفاتها وعددها والكلام ده بيساعد اجهزه الدوله، بيساعد جهاز حمايه المستهلك ان هو يجيب له حقه في حاله تعرضه لغش، في حاله وجود ضرر، في حاله وجود نقص في الخدمه، في حاله عدم مطابقه السلعه للمواصفات او للجوده المحدده. بتوجه بالشكر لحضرتك سياده اللواء الدكتور راضي عبد المعطي رئيس جهاز حمايه المستهلك. مستمرين معاكم مشاهدينا الكرام، وعندنا النهارده ملفين هنفتحهم. الاول في اول وقفاتنا الحواريه هيكون في طبعا نظرة مفصلة عن إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل رسمي في محافظة بورسعيد بعد ما كان طبعا مرت بمرحلة تجريبية في وقت سابق، وأصداء إيجابية كثيرة لهذه الخطوة وكثير من الملامح اللي هنقترب منها خاصة فيما يتعلق بالمميزات اللي بتقدمها هذه المنظومة الجديدة. موضوعنا الثاني قضية مؤرقة، الزيادة السكانية ليها أبعاد اقتصادية واجتماعية وأبعاد أخرى مختلفة هنحاول نتعرف عليها أيضا في وقفة حوارية في من القاهرة، خاصة في أن هي علاقتها وثيقة جدا بما تشكله أيضا من ظلال سلبية بتلقيها على التنمية المستدامة في مصر. كونوا معنا بعد هذا الفاصل ومزيد من المتابعات في وقفتين حواريتين مع حضراتكم في من القاهرة.